أعزائي من بيت شان القديمة، نواصل حديثنا ودراستنا في إنجيل متى. في هذه الحلقة سوف ندرس عن معمودية المسيح، وقبل أن نذهب إلى نهر الأردن سوية لأتحدث عن هذا الموضوع، أنا حاليا موجود على تل بيت شان القديم جدا من أيام الكنعانيين ومذكورة في أيام شاول الملك، وطبعا تطل على بيت شان أيضا القديمة التي من فترة اليونانيين والرومانيين، وهذه المنطقة كانت تدعى الديكابوليس أو واحدة من المدن العشرة. واخترت هذا المكان، أود أن أتحدث عن يوحنا المعمدان الذي عمد شخص المسيح. كان يوحنا المعمدان في الصحراء في البرية، كان يعمد في نهر الأردن، وطبعا نهر الأردن ليس بعيد عن هذا المكان، فهو الحد الطبيعي الفاصل بين الأراضي المقدسة وبين الجهة الأخرى، جهة الأردن طبعا جبال جلعاد. هذا النهر هو في غور الأردن. غور الأردن يبتدئ من جبال طورس في الشمال في تركيا وينتهي إلى أقصى الجنوب في بحيرة فيكتوريا في إثيوبيا أو في أرض الحبشة. كان يوحنا المعمدان يعمد في البرية عند بيت عبراء كما يقول الكتاب المقدس، وكانت الناس تأتي من كل مكان، من المدن العشرة، من اليهودية، من الجليل، حتى يعتمدوا على يد يوحنا المعمدان. أحبائي، سأواصل حديثي عن معمودية المسيح عند نهر الأردن، سنذهب سوية. حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقف من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ملك المجيد.
أعزائي من نهر الأردن، سنواصل دراستنا في إنجيل متى، وسيدور حديثنا في هذه الحلقة عن معمودية المسيح، والمكان مناسب هو نهر الأردن. نحن في هذه البلاد في الأراضي المقدسة نسمي هذا النهر النهر المقدس. هذا النهر أحبائي طوله أكثر من ألف كيلومتر، يبتدئ من بنياس عند سفح جبل الشيخ أو جبل حرمون، ينبع من هناك ويبتدي نزولا، وهذا ما تعني كلمة الأردن أي النزول. فيبتدئ نزولا من علو 1200 قدم فوق سطح البحر إلى 1286 قدم تحت مستوى سطح البحر في غور الأردن أو نهر الأردن إلى بحر الميت وينتهي هناك. هذا النهر طبعا يعبر في بحيرة طبرية وينتهي بالبحر الميت. هذا الجبل المقدس له قصص كثيرة في الكتاب المقدس. الشعب الإسرائيلي دخل بمعجزة عندما داسوا الكهنة بتابوت العهد هذا النهر وانشق النهر ودخلوا أرض كنعان. كذلك في أيام إيليا وإليشع الأنبياء نفس الشيء، طرحوا الرداء وانشق النهر وعبروا من هذا المكان. وفي العهد القديم يتحدث الكتاب عن نعمان السرياني الذي خلص عندما حصل على معجزة الشفاء وتطهير من برصه عندما غطس في الأردن 7 مرات. هذا النهر هو بمثابة الحدود الجغرافية التي تفصل أرض الأراضي المقدسة مع الأردن. من هذا المكان أريد أن أتحدث عن معمودية المسيح. قبل أن أتحدث عن المعمودية أريد أن أقول إنه المعمودية هي كانت الحد الفاصل بين سنين الصمت من طفولة يسوع إلى رجوله عندما سكن وعاش في مدينة الناصرة، وخدمته العلنية عندما جاء ليعتمد من يوحنا المعمدان. لكن قبل أن أبتدئ، يوحنا المعمدان كان يعمد، وكلمة يعمد أي أنه يغطس، يأتي ويغتطس تحت الماء. إنها علامة خارجية تدل عن تعبير داخلي، وطبعا كانت لسببين. كان اليهودي يأتي ليعتمد أو يغطس في الماء لترك خطايا السالفة والانضمام إلى رعاية الملكوت. يعتبر يوحنا المعمدان أعظم شخصية في الكتاب المقدس، شهد أعظم الشهادات عن يسوع المسيح. ولد بمعجزة، عاش بمعجزة، وكان مبشر ورسول الذي هيئ الطريق أمام مجيء الرب يسوع المسيح. كان شخص متواضع خاضع لمشيئة الله، كان لا يهاب إنسان، يتكلم بكلام الله بكل علنية.
جاءوا إلى يوحنا المعمدان ليعتمدوا من كل البلاد، من اليهودية، من الجليل، من المدن العشرة، من الجهة الأخرى من الأردن، لأن صيته كان ذائع ومشهور. لكن في اللحظة الذهبية اللي كان ممكن يعتبر أعظم شخص، وجه أنظار الناس إلى يسوع المسيح. إنه شخصية عظيمة بكل معنى الكلمة، لأنه كان يتمتع بأخلاقيات عالية جدا، كان يتميز بحياة التواضع والفعل بمشيئة الله. ما هي شهادات يوحنا المعمدان عن يسوع المسيح؟ شهد يوحنا أولا وأقر أنه ليس المسيح. جاء وسألوه: أأنت المسيح؟ كانت الفرصة لأن يكون شخص مسؤول عن كل البلاد، لكنه أقر أنه ليس المسيح، بل وجه الأنظار إلى شخص المسيح يسوع. ثم شهد لفداء المسيح، قال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. شهد لأزلية المسيح، قال: الذي كان قبل، إذ المسيح أزلي أبدي. ثم شهد للاهوت المسيح، لأنه قال عن يسوع أن هذا هو ابن الله، أي كلمة الله الذي اتخذ جسدا. ثم شهد لطبيعة المسيح، أن المسيح هو النور الحقيقي الذي ينير في الظلمة، لأن المسيح هو نور العالم. ثم شهد لعمل المسيح، قال: أنا أعمدكم بالماء، يأتي بعدي من كان قبلي الذي سيعمدكم بالروح القدس والنار. تحدث عن عمل المسيح أنه سيعمد بالروح القدس والنار. أحبائي، شهد أيضا لتفوق وسمو ورفعة المسيح، أي أن المسيح أعظم من يوحنا المعمدان. قال عن شخص المسيح: لست مستحقا أن أحل سيور حذائي، والذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. شهد أيضا أن المسيح هو الديان الذي رفشه في يده. ثم شهد أن يسوع المسيح هو الذي يعطي الحياة. وأخيرا أحبائي، شهد يسوع أنه أرسل من الله، وأنه يتكلم بكلام الله، وأن الله قد ختم أن شهادة المسيح ودعوة المسيح ومسحة المسيح وقوة المسيح وكلام المسيح بختم من الله، أي أن الله أيد المسيح بقوة تصديقا وإثباتا وبرهانا لعمل المسيح. الواقع أن السيد المسيح جاء ممثلا للبشر يدفع أجرة خطيتهم. كان يوحنا يعمد معمودية التوبة لمغفرة الخطايا، ولم يكن السيد المسيح مخطئا مطلقا، فهو لم يرتكب خطأ. لم تطأ أرض الناس هذه شخص لم يخطئ أبدا إلا السيد المسيح، لكن لكي يكون نائبا عن البشر قبل أن يعمده يوحنا المعمدان. يوحنا رفض أن يعمد السيد المسيح، فقال له: عمدني لأنه ينبغي أن نتمم كل بر. تبرير البشر لأن المسيح آدم الثاني الذي أكمل الشريعة التي نقضها وأخطأ فيها وعصاها آدم الأول، ممثل لنا، منتصر ينصرنا معه. هذا معنى معمودية السيد المسيح من يوحنا المعمدان. أعزائي، بعد هذه الشهادات العظيمة على فم يوحنا المعمدان لشخصية المسيح، جاء المسيح ليعتمد من يوحنا المعمدان في نهر الأردن حتى يبتدئ خدمته العلنية. فطبعا كانت بمثابة صاعقة ليوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان اعترض على معمودية المسيح. لماذا؟ لأن الذين جاءوا ليعتمدوا من يوحنا المعمدان كما ذكرت، جاءوا لكي يتركوا الخطايا
وتصفح عنها، ثم جاءوا من خلال هذه العمل أو المظهر الخارجي أن ينضموا إلى رعايا الملكوت فيصبحوا رعايا ملكوت في هذا الوقت. لكن المسيح لم يفعل خطية، المسيح بدون خطية، شخص المسيح هو الشخص الكامل بدون خطية، ولد بمعجزة، حبل به من الروح القدس، فلم يأخذ الطبيعة الساقطة مثل باقي البشر، وطبعا عاش حياة خالية من كل خطية، هو القدوس البار الذي لم يفعل خطية كما يقول الكتاب المقدس. يأتي ليعتمد من يوحنا المعمدان، عادة الذي يعتمد أو يغطس في هذا المكان هو عمل رمزي أن الشخص يريد أن يترك خطاياه، فكيف للشخص الكامل أن يعتمد ويترك خطاياه؟ أحبائي، إن معمودية يسوع المسيح تحمل في طياتها معنى جديد لنا، فمعمودية المسيح هي مثال لنا، اعتمد المسيح مثال لنا حتى نحن أيضا نطبق ونتبع هذا المثال. ثم أحبائي، رضى المسيح أن يحسب نفسه من البشر ومع الذين جاء ليفديهم، يعني جاء ليشتريهم من عبودية الخطية. ثم هذه المعمودية كانت أحد أعمال المسيح الكفارية. كلمة كفارة تعني غطاء، أي أن الخطية تغطى. وأحد أعمال المسيح النيابية التي قبلها طوعا وقبلها حبا واختيارا، أي بكلمات أخرى جاء المسيح ووقف في الماء أمام يوحنا المعمدان، وقف مكان الخطاة التائبين، لأنه مكتوب وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. نعم، عمل هذا الشيء كمثال ووقف أمام يوحنا المعمدان مكان الخطاة التوابون، لكن المسيح بدون خطية، فهذا العمل كان نيابيا كفاريا بما سيقوم به من عمل الخلاص على الصليب والقيامة من بين الأموات. ثم هذه المعمودية أحبائي هي بمثابة شهادة وحفل تكريم وتخريج إذا صح التعبير لبداية خدمة يسوع المسيح. هذه المعمودية كانت عمل الطاعة، وعندما اعتمد يسوع في نهر الأردن نكتشف ونرى الله المثلث الأقانين يسمع صوت الآب من السماء قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الله رضي وختم لأن المسيح أطاع، لأن المسيح خضع لمشيئة الآب. وفي هذا المكان رأى يوحنا حمامة نازلة، هذه حمامة الروح القدس، وفي هذا المكان حصل على مسحة الروح القدس، مسحة إلهية من فوق، تكليف إلهي، إرسالية إلهية، رسالة إلهية، دعوة إلهية. من هذا المكان أحبائي عندما حصل على المسحة صار بقوة الروح القدس، كان مملوك بقوة الله، كان يتحرك بالروح القدس، وأخذ الروح القدس إلى البرية ليجرب هناك. كانت عمل الطاعة لأنه مسح بالمسحة الإلهية للخدمة. كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جاء ليصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأنه قال: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. وبعد هذه المعمودية أحبائي طلب المسيح من أتباعه أن يمارسوا هذه الفريضة، قال في مأمورية العظمى: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وبالفعل ابتدأت الكنيسة تتكلم بكلام الله وتكرز ببشارة الله وتعمد الناس، أي تغطسهم. هذا كان فريضة مسيحية لثلاث أمور: أولا إعلان أن هذا الشخص مؤمن وأن حياته قد تغيرت وأنه أصبح أحد أتباع المسيح، ثانيا شهادة أمام الله والملائكة والناس أن هذا الإنسان أصبح إنسان جديد خليقة جديدة، ثم طاعة لمأمورية المسيح. هذه الفريضة أحبائي مارستها الكنيسة، يتحدث عنها الرسول بولس أننا دفننا معه بالمعمودية، وطبعا لكي نقوم
ونسلك معه في جدة الحياة كإنسان جديد. عندما أنظر إلى نهر الأردن ونغطس في هذا الماء كأن الخطايا رمزيا طبعا تسير تنازلا في هذا النهر من هذا المكان حتى تصل إلى البحر الميت، أخفض نقطة في العالم 400 متر تحت مستوى سطح البحر، وهناك تتبخر الخطية إلى الأبد. هذه محبة المسيح الذي كان مثالا رائعا لنا في كل شيء. ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمى، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب، بك سرعت.
عزيزي يقول الكتاب المقدس كنا أمواتا بالذنوب والخطايا. نعم بالخطية دخل الموت، ودخلت الخطية أيضا ففصلتنا وحجبتنا عن وجه الإله المحب. لكن الله يحبنا ولا يريدنا أن نذهب إلى جحيم النار. من أجل هذا جاء المسيح لكي يأخذ خطيتك في جسده ويعطيك برك حتى تكون بلا خطية. وعندما ينظر الله لك أو ينظر إليك كأنك لم تفعل خطية وتكون مبررا. وهذا ما نفعله هنا في الماء، نتبرر أحبائي لأننا نغتسل بدم المسيح، وشهادة وطاعة لصوت المسيح ندفن وندفن الخطية، نقوم لكي نسير بالنصرة والغلبة. هل تحيا حياة الغلبة؟ هل تريد أن تؤمن بالمسيح؟ هل تريد أن تتوج رب وملك ومخلص على حياتك؟ أصلي من كل قلبي أنك تتخذ هذا القرار. إذا صنعت هذا القرار أحب أن أسمع منك، أكتب لنا. إخوتي وأخواتي إلى اللقاء، والرب يبارككم. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل يسوع الملك سوف نتحدث عن تجربة السيد المسيح. سعدنا جدا لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضا الاتصال بنا تلفونيا من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534 أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.